أقامت لجنة الأمل الخيرية التابعة للهيئة العالمية للتنمية البشرية وبالتعاون مع جمعية الشام للأيتام حفل معايدة للأطفال السوريين الأيتام اللاجئين إلى تركيا تحت اسم أنتم أمل في مدينة غازي عنتاب بحضور شخصيات تركية وعربية. كلجنة أمل من بداية القضية السورية اهتمت بالملف السوري وقامت بالدعم في عدة جهات. نتكلم عن هذا الحفل خصيصا، هو كان موجه للأيتام المقيمين في تركيا. أقمنا هذا الحفل بالتعاون مع جمعية شام للأيتام. تنوعت فقرات الحفل وساهم الأطفال الأيتام فيها بشكل كبير من خلال اللوحات المسرحية والغنائية وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة. كما أثر الحفل فنانون من السعودية رسموا البسمة على وجوه الأطفال الحاضرين وذويهم. جميل أن كل فنان يهتم بيقدم شيء للأطفال أو شيء إنساني يقدمه للأطفال، فما بالك أطفال يعني أيتام وهم من سوريا، عاشوا الألم، عاشوا المآسي، عاشوا كل شيء سيء في يعني سوريا وخرجوا يريدون أن يبتسموا. وأعرب منظم الحفل عن سعادتهم بفرحة الأطفال والذين بلغ عددهم 800 طفل قدمت لهم الهدايا. كما حضر الحفل أمهات الأطفال الأيتام وعدد غفير من السوريين المقيمين بعنتاب. هذه الحفلة هي من ضمن خططنا وأعمالنا التي نقوم بها سابقا ولاحقا، والحمد لله نجد نحن آثار هذه الحفلات ونشاطات على أيتامنا من ترقية معنوياتهم ومن تغيير نفسياتهم إلى الأجمل والأفضل والأحسن، والحمد لله هذا هو الهدف الرئيسي من إقامة هذه الحفلات. حفل المعايدة هذا يعتبر الثاني بعد أن أقامت جمعية الشام ولجنة الأمل الخيرية حفلا سابقا في مدينة أنطاكيا في عيد الأضحى السابق شمل 400 طفل يتيم.